عندي شرف انني نحضر الافتتاح ديال مهرجان السينما الدولي بمراكش، خصوصا بعد انقطاع ديال سنتين ماشي سهل. هذا مهرجان عنده قيمه عالميه خاصه، ونتمنى ان شاء الله الدوره تلقى النجاح والتوفيق مثل الدورات السابقه. عندي فيلم سينمائي ديال جلال الدين يشارك مهرجان الدولي في القاهره من اخراج سي حسن مجلون. الدوره 19 تعني اننا تقدمنا سنوات والمهرجان من حسن لاحسن، وهذه احتفاليه كبيره ماشي غير في مدينه مراكش، في المغرب كله وعلى في العالم. الناس كلشي من الاضواء دابا على مراكش وعلى المهرجان، وكيف كتعرفوا كاين اسماء عالميه اللي كتحضر وحنا فرحانين، وكذلك الفنانين ديالنا. انا فرحانه بزاف لان الجمهور ديالنا كيعيط لنا بالاسماء ديالنا وكيستقبلنا وكيفرح بنا، الفنان ديالنا الفنانه ديالنا، هادشي جميل. وهذه واحد الاحتفاليه كيف تنقولوا كونتون نيم لا في اون فاو سينما، حينما نحب الحياه تمشيو للسينما. الحياه رجعت الحمد لله من بعد هذا الانقطاع ديال عامين ديال دورتين، والمهرجان رجع بقوه. كاين الحضور ديال نجوم كبار عالميين، نجوم وطنيين، ومراكش مدينه البهجه كتبقى دائما مدينه الفرح والسعاده. حضور السينما المغربيه ضروري، وكثير هذه السنه كاين تكريم ديال المخرجه الكبيره فريده بن اليزيد، وهذا تكريم مستحق، ودائما حضور السينما المغربيه كاين. فهاد العوده هذه كتخلينا نتلاقاو مع الناس، نشوفوا افلام، نفرحوا بهذه التجربه. حنا ولفنا مهرجان مراكش، فكنتمنى من الله انه يبعد لنا كل حاجه خايبه على هذه البلاد ان شاء الله. هذا في غادي يفرحني اكثر، وغادي نحضر لهذاك التكريم. كريمه بن اليزيد كانت قدمت لي جائزه في مهرجان طنجه، وغادي نكون حاضر معايا ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك. ماجد سعيدي للتواجد ديالنا اليوم في مهرجان مراكش بعد هذه القطيعه ديال سنتين بسبب كوفيد، اللي الحمد لله خرجنا منه على خير، وكنتمنى المهرجان يدوز على خير. جميل جدا اننا نتلاقاو بالفنانين الاصدقاء الزملاء، وجميل اكثر اننا نصادفوا ناس اللي كيجيو من مهرجانات اخرى من بلدان اخرى، اللي عندهم واحد الحرفيه تاهي اللي نقدروا نتعلموا منها بزاف. سعيده بتواجدي هنا اليوم. انا ما كرهتش كون كان تكريم لكل فنان ولا كل مبدع مغربي، ماشي غير في كل دوره كل نهار. مراكش رجع، ورجع بقوه، ورجع بانسانيه، ورجع بالتفاني، ورجع بذاك الشكل ديالو اللي كترعاه يعني المؤسسه ديال جلاله الملك الله ينصرو. كنقلبوا على اننا نقربوا المغاربه من تاريخهم، من اشيائهم الجميله.